من بين الحوايج اللي ما تيخليوكش تهضر بالفرنسي هو انك تتقلب على المثاليه لو بيرفيكسيونيزم، والحاجه اللي ما تتبغيش تفهم ليا هو مثلا تتلقى شحال من واحد تيكتب ليا تعليق باللغه العربيه وتتكون ديك اللغه العربيه عامره اخطاء، ولكن الفرنسي ملي تجي للفرنسي تيبغي تكون ديك الفرنسي بارفي وما فيها حتى خطا، يعني العربيه ماشي مشكل كيما جات كيما كانت، اما الفرنسي خاصها تكون بارفي، وهذا هو المشكل. العيب هو انك تخطا في اللغه ديالك الام. اي حاول تضبط الفرنسي ولكن عاوتاني ما تبقاش تعلق فين تفلق، بمعنى ما تقلبش على المثاليه. اجي ونشوفوا دابا اشنو ستعني المثاليه. تو دابور لو بيرفيكسيونيزم سي كوا؟ C'est une tendance à vouloir faire tout avec un souci exagéré de la perfection. La perfection, وهي الرغبة لفعل كل شيء باهتمام بالغ ومبالغ فيه. بالدارجة نقولوا بنادم تيكون موسوس، يعني تيبغي مثلا الهضرة ديالو تكون بارفي، يهضر بالفرنسي تكون ديك الهضرة بحال لي فرونسي، ما يمكنش. يعني ومثلا الخدمه ديالو كذاك تيبغيها تكون بارفي، وحتى واحد ما يعيب ليه على الخدمه او على الهضره ديالو، وهذا خطا. علاش؟ حيت لا بيرفيكسيون نيكزيست با، المثاليه ما كايناش. ا فورس دو شيرشي لا بيرفيكسيون سا نو غاش لا في، يعني وما حدنا تنبقاو نقلبوا بزاف على لا بيرفيكسيون، على المثاليه، شنو تيوقع لينا؟ تنمرضوا في حياتنا وتنضيعوا الحياه ديالنا وتنضيعوا الوقت ديالنا. اي بعض المرات تتكون شي حاجه زوينه، تتكون داك لو بيرفيكسيونيزم تيكون يعني داك الاتقان بداك المثاليه تتكون مزيانه في شي حوايج. اي لو بيرفيكسيونيزم بارفوا سيلا بوتيتر اون كاليتي، اي مزيان في شي حوايج ويعني تتكون في شي بعض الحوايج يكون اون كاليتي، هاد المثاليه تتكون اون كاليتي، ولكن في الاخر تتولي ان ديفو. علاش ان ديفو؟ حيت في الاخر مثلا ملي تبغي تتعلم او تتبغي تعلم شي لغه او شي خدمه او شي حاجه، شنو في الاخر شنو تيوقع لك؟ انت تقلب على المثاليه بزاف، شنو تيوقع لك؟ تيجيك الفشل والملل، وما تتكملش التعلم ديالك، وما تتكملش الخدمه ديالك، وما تتكملش المسيره ديالك، حيت واحد شويه طون سيرفو اي طون كور تو ديز ستوب. دابا العقل ديالك واحد شويه والجسم ديالك لو كور ديالك تيقول لك وحباس معلم راك كثرتي عليا، فهمتي؟ انت شنو تيوقع لك؟ ما تتبقاش مركز على المهم، دماغك تيولي يفكر غير في الديتاي، اي سا دوفيا فاتيكون، وهذا الشيء تيجيب لك العيا وتتولي وداك كثره التوسويس تتكرفص وتتهلك راسك. وكذلك هاد الناس اللي تيكونوا مثاليين تيبغيو تتكون عندهم واحد المساله تسمى لا ماني دو لورغانيزاسيون، تيكون تيبغي داك يكون داكشي منظم وتيكون داكشي كلشي مستيكي وتيكون كلشي داكشي زوين ونقي وما تكون حتى حاجه مرونه، يعني وهاد القضيه الانسان تيبقى تيضيع وقت كثير، ومن تتفكر غير واحد الشويه غادي تفهم بان هاد المثاليه منين جايه؟ سا فيان دو لا بور دو نو با زيتر ا لا هوتور de ce que tu pourras faire. هاد المثاليه منين جايه؟ جايه من الخوف ديالك من داك الشيء اللي باغي دير، داك الشيء اللي باغي دير انت خايف ما يكونش في المستوى المطلوب. لا ما نهضرش بالفرنسي حيت يضحكوا عليا وانا الهضره ديالي ما مقاداش لا وفيها اخطاء، يعني ومني تتبقى تقلب على المثاليه تتلقى راسك ضيعتي وقت كبير، اي دوكو ما تتزيدش وما تتطورش في التعلم ديالك، وهنا سي لو دوبل انيرفمون، سي لو دوبل انيرفمون، تتولي معصب جوج المرات، ما انت قريتي ما انت تعلمتي وضيعتي وقتك وصافي. حيت لي فرونسي حتى هما راه تيغلطوا في اللغه ديالهم، وما يمكنش انت تكون احسن، ما يمكنش انت تكون فرنسي اكثر من لي فرونسي انفسهم. فالمثاليه تتهرس لك الحماس ديالك وتتهرس لك كذلك الاراده ديالك، فاي حاجه تتبغي ديرها تتبان لك بحال شي جبل، تتبان لك شي حاجه انسورمونطابل، وتتولي شنو تيوقع لك؟ تتبدا تتاجل، وهذه هضرنا عليها في داك في الفيديو السابق، تتولي عندك ديك لا بروكراستيناسيون تسويف، وتولي عندك كذلك ستريس، وهذا ستريس
ماشي جاي من كثرة القراية، لا، جاي من التكبر ديالك، باغي تبان واعر، وفي الاخر ما تدير حتى لعبة، ما تدير والو. أي يا سيدي خطأ، وشنا هو المشكل؟ يصلح لك واحد آخر. قول له شكرا، أنا باقي تنتعلم، ما كاينش مشكل. بون، هاد الإنسان المثالي إلا توندونس أ روميتر أ بلو تاغ، كيما هضرنا عليها، لا بروكراستيناسيون، تيكون مبلي بالتسويف. دائما تيقول لا ماشي اليوم ماشي غدا، علاش؟ حيت يبان ليه داكشي بحال شي جبل، خصو يكون داكشي متقن لواحد الدرجة مثالية. اي لو بيرفيكسيونيست اي دونجورو اي توكسيك بور لوي ميم مي اوسي بور لي زوتر. فالمثالي راه انسان خطير على راسو وعلى المجتمع، تيكون خطير حتى على المجتمع. اون ايتون اكزيجون افيك لوي ميم لو بيرفيكسيونيست نو سيس de s'auto-critiquer et se dévaloriser. فهاد الانسان هذا اللي تيبقى يقلب على المثاليه دائما تيكون تينتقد نفسه بزاف، ودائما تيحقر راسو بزاف، se dévaloriser، تيحقر راسو بزاف، دائما تيقول je ne suis pas assez fort، انا لا انا ما صحيحش، je ne suis pas assez intelligent، لا انا ماشي ذكي، ما نقدرش نتعلم الفرنسي، الفرنسي صعيبه، انا راسي مجمك، انا je ne suis pas assez beau، لا انا ما زوينش ولا انا ما زويناش، ما نقدرش نخدم ديك الخدمه ولا المهم، je ne suis pas assez rapide، انا ما نقدر، انا ثقيل. يعني دائما هذا الشخص هذا تيطلع على بار بزاف، وفي الاخر اللي بغاها كلها تيخليها كلها.